السجون قلت في يوم من الأيام كانت تحولت إلى بؤر يعني للدمغجة وتسفير وأيضا يعني دروس تتعطاها وعطيت وذي كل قلته عيسام الدردوني. مش أنا قلت، قالت وثائق رسمية وأنت نزيد نقرأ لك من الوثائق الرسمية. السؤال يا عيسام الدردوري، لأنه علاش باش نجيك خلني نسألك سؤال، كيف يتحصل عيسام الدردوري على وثائق ما تحصل عليها حد؟ هذا سؤال كلاسيكي. لا مش متحصل على حد، مش متحصل على حد، بالعكس فما ناس تحصلت على أكثر من تحصل على عيسام الدردوري وقامت خدمتها وكل. أنا نقول لك حاجة، مش منين وكيفاش، الأهم عيسام الدردوري وقت اللي بلغوا هالوثائق هذه والمعطيات هذه وصلها للجهة، هل أنه تعاملوا معها كان تعاطي مسؤول وتعاطي قانوني، أم أنه وصل وظف المعطيات هذيك وانتصب بها للحساب الخاص وابتز بها فلان أو اخذها منها مشى بها الفلان. وكان جينا في الـ في الـ في, الـ في الواحد هذايا، بالعكس هما الناس هذوما يلوجوا عليهم يحبوهم، لكن احنا ديما كيما قلت لك إثارتنا للمواضيع هذه كان من باب الوزع الوطني بامتياز. اجابتك مقنعه وممتازه، يعطيك الصحه سي عصام، لكن بقى كيفاش قاعد تحصل عليهم؟ ها السؤال. جلادياتور قال لك باش تكسب المعركه تكسب حب الجمهور. الجمهور يحبك يعطي فيك في المعلومات. والله ساعات كيفاش هو قال له، فما واحد سالوه قال له امراه لقيته في الجنينه معناها فهمتني. راهو زاد ما تنساش حاجه، العصفوره تجيب لك في المعطيات انت زاد. كيفاش هي وقت على شو اسمه مصطفى خضر وقتها المتهم رئيس الملف الجهاز السري يسال وقتها في رئيس حركه النهضه قالوا له كيفاش، قال امراه كان يعاون في الامن يجمع. عاد انا جاوبت قلت هو صحيح كان يعاون، ما يعاون في الامن الموازي مش يعاون في الامن الوطني، لانه الامن الوطني ليس في حاجه لمن يعينه على يعينه على أداء مهامه. ملف الاستقطاب ملف الاستقطاب علاش قلت لك أنا مهم جدا، لأنه ما تنجمش تحكي على شبكات تسفير من غير ما تحكي على العامل البشري اللي هو عامل أساسي، لأنه اللي سفروا فاهم هذا من شباب، هذا من ناس بشري مع أدواء البشري عملية الاستقطاب. أحنا سي محمد مهم زاد لإنعاش الذاكرة من بعد باش ندعم لك بوثائق رسمية، أنه عملية الاستقطاب كانت تصير أولا كانت تصير داخل المساجد. شفنا كيفاش يعني وهنا نحكيه على المسؤولية، سواء المسؤولية الأخلاقية أو المسؤولية الجزائية لابد من تحديدها. وقت اللي نحكيه كانت المنابر، وقت اللي كانت المساجد غير ما تمش تحديدها، كانت المنابر يعني هي أماكن والمساجد كانت مخصصة لبث خطب التحريض على الذهاب لما يسمى بين ظفرين الجهاد في بؤر التوتر. واضح. وكان في ذاك الفترة يعني سيد نور الدين البحيري عنده في اش اسمه سيد نور الدين الخادمي عنده فيديو شهير وكذا، وكان حبيب اللوز كانت الناس كل تدعو معناه على أساس معناه عندهم هم هذه مسألة معناه عادية معناه ما هيش مجرب به. كانت كذلك الخيامات الدعوية اللي كانت موجودة في البلايس الكل يتم استقطاب بها الشباب، كانت الخيمات هذه تقام بدون حسيب ولا رقيب به. كانت أيضا مسألة أخرى هكا القفة ذيك اللي ماشي في بالهم هما يمشيوا بها للزواولة اللي كانت تتفرق فيها طيار أنصار الشريعة وكانت تسوق لها عن طريق الشرطة السلفية متاعها. شنو كان يصير؟ كانوا ياخذوا بها في الاستعطاف نتاع الناس اللي يعتبروهم زواولة، وهذيك يسهل لهم عملية استقطاب أولادهم. خي مسامحني مش قال راي الغاية راي غايتنا أبنائهم ماهيش غايتنا هما، خي نسيتوه التصريح هذايا. شو الشرطة السلفية هذه اللي قلت عليها؟ الشرطة السلفية في فترة من الفترات برزت الشرطة السلفية على أساس تعوض الشرطة الوطنية الرسمية. كانت فما الشرطة محمد علاش ننسى أخي الزميل الله يرحمه الشهيد الشهيد محمد سبوعي اللي تم ذبحه في جبل الجلود وحتى قص الأصبع الشهادة قصوه له، شكون قام بها العملية هذه؟ خلية الهوفكي وغيره أخي، ما هي مجموعة كلها مربوطة على أساس كانوا يمارسوا في الاحتطاب اللي هما وقتها يلموا في فلوس ما في الأدبيات نتاعهم تعرف السرقة والبركاجات ما يعطيوهاش المسميات نتاعنا نتاع مش بركاج ومش يسميوا هذيك تدخل في أدبياتهم يقول لك هذيك الاحتطاب يمارسوه الراجل عرضوا له فكوا له كذا من بعد ذبحوا كانوا يعملوا في دوريه وقت اللي وقفوه قالوا ثبتوا معاه في الهواء يطلع فهمتني امني فهمتني قاموا عليه الحد وقتلوا يعني هذه مسائل علاش باش نجيك للتو من ضمن الاماكن ايضا اللي يصير فيها الاستقطاب عن طريق الجمعيات وهذا مسألة معروفة الجمعيات اللي برزت بشكل كبير بدون رقابة وكذا وكانت الجمعيات عندها دور في علاقة بالتمويل وملف التمويل لازم يفتح هذا مش نعرفه اليوم جمعيات كانت عندها واحد خاطر تقول لي اللجنة الوطنية لمقاومة اللجنة الوطنية مقاومة الإرهاب وكل مرة جمعت أرصدة وكذا إيه مهم الأرصدة ما يلزمنا نمشيو في التقاضي باش حد المسؤوليات شكون قاعد يمد الفلوس وشنو هو الغاية منهم فاش كان تصرف الفلوس هذي ناس عملت منها شطوات به مسألة أخرى اللي هي الفضاء المغلق اللي هو السجون التونسية
السجون التونسية تحولت فترة إشراف السيد نوردي البحيري على وزارة العدل، وتكلموا برشا ناس تكلموا فيه، ألفة العياري تعزلت، وليد زروق تعزل، هيكل دخيل تعزل، عباد فهمني صار فيها تعديد الإطارات الوحدات السجنية دمرت في جرة شنية، في جرة كونوا ناس هذوما فضحوا وقت اللي يقبل عصام الدردور، يقبل عصام أي شخص فضحوا، قالوا راي هاي الممارسات اللي قاعدة تصير داخل السجون. شنو كان يصير داخل الفضائيات المغلقة هذه؟ مثلا جي أنت السجون التونسية كانت مثال، جي يا سيدي هذا مثلا المكتوب هذا، ها نوريه مكتوب هذا، قرأ السيد وزير العدل نوردي البحيري في تلك الفترة يمضي عليه، شي يقول إن وزير العدل يأذن بمقتضى هذا للشيخ هذا فلان الفلاني بزيارة كل السجون التونسية ودون ترخيص مسبق، ركز لي عليك، دون ترخيص مسبق، دون ترخيص مسبق، وذلك لإلقاء دروس توعوية به، وعلى السيد المدير العام للسجون والإصلاح ومديري الوحدات السجنية والإصلاحية تسهيل مهمتي. مهمتي. هنا الدروس التوعوية هذه احنا راهو فما جانب، الجانب الديني من الضد، بقى لازم تخضع رقابة الدولة طبعا به. انت كسي محمد خماسي في الفترة هذيك اعطيني صحف يتقدم قال امراني نحب نمشي نعمل تقرير داخل السجون ولا نعمل روبورتاج، وقالوا له ادخل اعمل، الباب كان مفتوح على مصراعيه امام الناس هذوما، دون سابق دون رخصة دون ترخيص مسبق. علاش؟ أيوة. لانه عدم الترخيص عباره زي عباره لجنه نتاع حقوق الانسان داخله ديريكت، معناها يحل الباب يبدا متعدي مروح يقول له لا ذكرت الدرس خلينا نمشي نعطيه للجماعه، يتعدى يدخل ديريكت الدرس سيد الوالد، معناها ماهيش مؤسسات ماهيش دوله، فهمت؟ ناس تتعامل من الاخر تتعامل مع الدوله على اساس انها معناها ينظروا لها هي بار النظره الغنائميه، والكل يتعاملوا معها على اساس رزق البيليك، معناها ماهيش قضيه ذي نتاع دوله. هذا في فتره، هذا في فتره السيد نور الدين البحيري، في فتره نور الدين البحيري، معناها السيد هذا اليوم هاي وثيقه رسميه، اليوم المشايخ هذوما والدروس هذه، انا نقول لك الدروس هذه في تلك الفتره هي كانت تلك السموم التي تسوق وتروج وتبث في عقول الشباب، لانه اليوم علاش نقول في الكلام هذا، اغلب العناصر الارهابيه اللي ثبت تورطها في العمليه داخل تونس وخارجها هي عناصر من ذوي السوابق العدليه، يعني انسان يمشي عدي اخي شو اسمه ذاك الفنان الراب المعروف امينو، شو اسمه ديويري، امينو مروان ديويري، اخي انسان مشى على سيجار نتاع زتله، من بعد خرج شنو هو مشى، معناه انسان رابور يغني يحب الحياه، خرج من غادي شنو مشروع دموي، ومن بعد التحق بداعش وكذا فهمتي، ولا منشد لداعش وتم القضاء عليه، صارت في الحبس، معناها الحبس كان من السجون كان من ضمن الاماكن اللي تم فيها الدمغج به. هنا راه مش معناها انه كانت ما كانش تصير رقابه على الدروس، باش نجيك معك اكثر انا في هذا، باش نجيك معك تيلي اعطيني تصير رقابه قاعده هذه، او يوصي وزير العدل يعطي في تعليمات، هذه تعليمات هذه راه تعرف يقول له على الساده المدير العام للسجون والاصلاح اي ومديريه الوحدات السجنيه والاصلاحيه تسهيل مهمته، تعرف معنى تسهيل مهمته؟ معناها هذا السيد كان يجي مدير سجن ويقف في وجهه واللي يجي اطار امني ولا يتعزل يتعزل يمشي ورا الشمس، هذه تعليمات وزاريه يا حبيبي، معناها مش تعليمات من عرف شكون، هذه تعليمات كتابيه من ومن الغباء ومش تفهم حاجه، انهم كانوا وقتها يعرفوا انهم هما تمكنوا من الدوله وفي بالهم ساي، معناها ما عادش فيها الدوله على حسابهم، شو يعمل؟ يخلي الاثر، تالي تعليمات كيف هذه حتى كان قدر عليك ربي يتورط تعطيه شفاهيه، ايه. مش تجي شفت مش هو غباء، اما هما كانوا يعتقدوا انهم هما اقوى من الدوله، باش نجيك النقطه اخرى، لانه اللي صار في السجون ها بجيك ها سيدي ها هذه صورة هذه صورة من داخل أحد السجون التونسية، سجين حق عام وسجين الآخر تشوف فيه هانو من الهركة من الواحد من اللي بس طايف اللي لابسه تفهم الباقي، واضح؟ معناها لهنا باش ننتقلوا للحديث عن دمج سجناء الحق العام مع سجناء القضايا الإرهابية. الأصل في شيء ما يكونوش مع بعضهم، الحق العام والقضايا الإرهابية كل واحد يكون في شير طبيعي، ما يقول لك الاصل في الشيء خلينا نعرف منك محمد، ما هو المثل العام يقول لك الخلطه بلطه واجرب بيدي، فهمني؟ قاعد نسمع فيك وبيت، معناها يمكن حتى الناس اللي تفرجوا تسمع فيه وبيت وقاعد تشوف زاد نشوف طبعا ايه. قاعد نشوف ها موراق الكل يعني حتى الناس اللي يسمعوا باش يقولوا يمكن اليوم قاعد عصام يحكي عصام يقدم وانا نسمع فيك زاد كيما الناس الكل، تفضل كمل. بالعكس من حقك تسال نحب نزيد نعرف معاك كمل ايه. هاك انت محليك عندك الحب الاطلاع، غيرك وصل له ما نجمش يحدد المسؤوليات ويتقدم.
تو نرجعوا لغيري، تو نرجعوا للجهات اللي قدمت لها وشو تفاعلها وكان سلبي وكان كان فما جهات عندها الاوراق قضيه وتسترت هي زاد اليوم لازم تكون محل تتبع معني وشكون اليوم مسؤول قالوا مش انا المشرع قال والحديث على القضاء القانون اللي شرعه اللي قال القضاء ورئيس الجمهوريه القانون اللي شرعه هو اللي قالوا مش موجود به كمل لي هذه الوثيقه هذا مثلا مراسل مدير عام الماشي المدير عام السجون الاصلاح ايش يقول اثناء الزياره بدون حاجز معناها بلوار سبيسيال زياره ديريكت هذا زياره مباشره مباشره زياره مباشره أوكي. بدون حاجز بتاريخ 17/7/2013 وذلك على النحو التالي يعني هنا اول معطى يكون عندنا شنو انه الزيارات بالنسبه لسجناء الارهاب في تلك الفتره كانت تتم دون حاجز وهذه وثيقه رسميه في الغرض معناه اللي باش يقول راه مجرد كلام لا مش مجرد كلام فما اثر كتابي واضح باه اللي هو في القانون لا ما يكونش بدون حاجز ما يكونش بالوار سبيسيال عندك اول حاجه يلزم يكون فما حكم واهل القانون عارفين بهذا عندك يلزم يكون الحكم بات ونهائي ويلزم يكون من الحاجات الاخرى انه يستثنى من القضيه ذات الصبغه الارهابيه اوكي ايش يقول لك اعلم السجين زائره السجين يعلم في الزائر نتاعو انه من ناحيه ظروف الاقامه فهو مرتاح للغايه هذا شي يقول السجين مرتاح للغايه قالوا راني مرتاح للغايه معناها تفرج زوجة وبيه والحبس ولا واحد معناها علاش يا ناس فهمت يقول لك في الاخر فهمتها مرتاح للغايه خلينا نخرج الجانب الايجابي بالك السجون فيها ظروف باهيه هاني باش نجيك باش نجيك وذلك لانه علاش مرتاح للغايه نبحثوا على الاسباب اللي هي منصوص عليها هنا في المكتوب هذا وذلك لانه بمعونه ابناء جهته من مساجين الحق العام شنو اللي خلق الراحه للسجين القضيه الارهابيه هو وجوده الى جانب اصحابه واولاد حومته في قضايا من سجناء الحق العام اللي هذا ما يجيش به كما سار عليهم مساجين الحق العام قد ذللت له الكثير من المصاعب ذلتها له ولا يتحرك بريحه كما انه سار عليهم امام خمس وخطيب جمعه يصلي بهم صلاه التراويح ايوه به التو ما فما حاجات غريبه ما اللي مش غريب قول لي عليه في سياق حديثي عن قضيته وأطوارها علق السجين وأن حاكم التحقيق المتعاد بالقضية يمكن أن يطلق سراح هاي طو صد عاود لي الجملة ذي في سياق حديثي عن قضيته وأطوارها أي؟ علق السجين وأن حاكم التحقيق المتعاد بالقضية يمكنه أن يطلق سراح معناها هذي الزائر يتمر في السجين قال له رأو يمكن قضية تحقيق مش يسيب قالوا باش تروح عنده تتمينات باش تروح اي نعم هذا السؤال منين لي هذا في سياق حديث عن قضيه وتر علق السجين هذا السجين قال له راهو حاكم التحقيق ممكن يسيبني نروح باه هنا باش نحلوا قوس كبير مهم برشا علق الزائر اش قال له ان هذا ممكن وقتاش ان بقي حيا اي قاضي التحقيق فعلق السجين مستفسرا علق الزائر مفسرا وان الجماعه تتوعد القاضي المتعهد بالقضية ويمكن أن تقدم على قتله يعني قاضي مهدد بالقتل يعني ليه أنت قفت عن طلعي مش قاضي برك مهدد بالقتل شنو اللي يخلي القاضي يكون عرضة للتهديد بالقتل وكيفاش يخلي هالتواصل بين السجناء وبين اللي يجيهم الفضاء الخارجي شنو صار مش فقط دمغشت السجون داخل تونس دمغشت المساجين داخل السجون التونسيه صار عمليه تعريض حياه القضاة للخطر هنا على شنو نحكيو اليوم نحكيو ونقولوا كيفاش اليوم قضاة معناها شبيه قاضي مازال ما باتش في الملف الفلاني وشبيه قاضي مازال ما واحد شبينا ما نخزروش المسائل هذه يعني عندي انا فما قضايا يعني قضايا راي منشوره ضدي وانا ومتابع اجراءات قضي عادي طول لكن في قضايا الارهاب تم اعلام القاضي هذا انه مهدد تم اتخاذ كل الاجراءات أوكي. اما باش نجي كان علاش نفسر لك لانه ديما ناخذ بالاسباب لو كان ما تفتحتش السجون بالشكل هذا ولو كان ما كانتش الزيارات بالشكل هذا ما كانت حياه القاضي ان تتعرض للخطر وريت راه واش معناها هذا اليوم تحبوا قضايا الارهاب والقضاة يخدموا وقت اللي الناس هذه نحيوها بالمناسبه معناها بجهودها الكل الموجوده وبعملها اللي تقوم به العمل المضني في ظروف صعيبه
في ابدا صعوبيه من ضعف الامكانيات، ابدا من نقص التعداد البشري، ابدا من حمايه حتى. ابدا من حمايه لانه ناس ماهيش محميه. سامحني، فمشكور راهو امني ولا قاضي يبدا يخدم يعيط له غدوه يتعدى عنصر تكفيري يقول له وينك البنوته لاباس. معناها نعرف انا راهو عندك أنا شكون عمل هذا؟ شكون ساهم في هذايا؟ شكون؟ هذه سياسه الدوله في تلك الفتره، السلطه السياسيه القائمه لمن تحمل مسؤوليه؟ لمن تحمل مسؤوليه ديريكتومون؟ سي ياسر ديريكتومون، قول ياسر ديريكتومون اللي عطاه الاذن باش الناس هذوما يتقطعوا. كون شجاع واعطيني الاسم ديريكت. شو اكثر من هذا؟ اعطيني الاسم ديريكت. ابدا انت من وزير العدل وانت هابط، كلها تتحمل المسؤوليه. تبيع هذه ناس، هذه ناس لعبت بحياه ناس يا حبيبي. هذوما ناس مش فقط سهلوا عمليه الاستقطاب، الرجل هذا كان ينجم وربي طول في عمره كان ينجم يكون معناها في 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 لو مات. لو مات شكون يتحمل المسؤوليه راسا؟ هاني قلت لك من وزارة العدل وانت جاي. يا ودي شكون قال لك انا لا قدر الله تو خبيوها وقت الورق؟ يا اخي ما تخبتش وثائق المخابرات المركزية الأمريكية اللي كانت تعطي وتعلم على انه قضية على انه الشهيد محمد الإبراهيمي مستهدف، وعطات حتى الانتماءات نتاع العناصر اللي باش تقدم على العملية وحددت المكان والكل. تي ما مخبيها الورق، تي من بعد فهمتي الراجل فهمتي الله يرحم مستشهد. اخي تو نحكي مش غاطيو عن الشمس بالغربال. يعني اليوم كما قلت لك علينا اساس طالب القاضي تقول له بالله نحب نحبك تكون صارم وكذا. رغم هذا ما يمنعش انه القضاة كانوا عندهم درجه كبيره من الوطنيه والشجاعه طبعاً في مواجهه، لانه كيما الامنيين وعصام وغيره وغير غيره القضاة زاد فما ناس على غرار القاضي اللي مشى للوزاره الداخليه ومشى حجز ارشيف الغرفه السوداء وكله ناس يعني على وقضاة برشا والأغلبية نقول برش باستثناء ممكن أنا بشير العكري ومنظومته ولا بشير العكري ولا سامحني باش ما يقولوش يا وحكة بشير العكري. لا خلينا نحكيو على بشير العكري. ملفات الإرهاب باش نجيك والقضاة اللي متورطين في ملفات ملفات الإرهاب. بشير العكري تقريبا شنو علاقته بملفات الإرهاب وأنه فما بعض الملفات قالوا ما تحلتش وتخبيت وترقدت وتوخرت وغيره وغيره وغيره. بشير العكرمي أنا نعتبره أكبره والله مش خاطر هو حاني في ملفات ولا لا بالعكس، لأنه يعني مش شخصية مش شخصية مش شخصية. أنا ديما نترفع سي محمد على شخصنة الأمور ونحب نشوفها. تفضل اعطيني رأيك سي ياسر. سي بشير العكرمي بصفته مش بصفة شخصية ولكن بصفته كوكيل جمهورية المحكمة الإدارية بتونس سهر وعمل وزاد واستبسل في إنكار العدالة. هذه من باب تحصيل الحاصل. علاش؟ وقت اللي تجي أنت اليوم يجي وحدات أمنية تعلمك تواطئ مع الإرهاب باش نعطيك لحظة مش أنا باش نصنفه تواطئ ولا تم بعد وقت هو عنده أبحاث تو فما أبحاث تم فتحها ضده وفما تقرير تفقدية وزارة العدل هي اللي قالت الكلام هذا أدانته مش أنا، هذه أبحاث إدارية وتعهدت اليوم الجهات القضائية وترفعت عليه الحصانة باهي مش عصام الدردوري. يعني هذا كلام الجهات المكلفة بمراقبة سير أعمال المرفق القضائي واضح باهي. سي بشير العكرمي مثلا حاج على سبيل الذكر الحصر يجي توصل له معلومات كونه احد العناصر الارهابيه اللي هو ذي سي عامر البلزي متهم في قضيه الشهيد شكري بالعيد، وهذا كلام زاد قالته هيئه الدفاع. السيد هذا هو اللي خبى الزوز مسدسات اللي تمت بهم عمليه الاغتيالات، شهيد الابراهيمي شهيد شكري بالعيد، خباه مشى طيشهم في بلاصه. الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الحرس الوطني مشكورة على حرفيته وجهده الكبير كما الوحدة الوطنية بحث جرائم الإرهاب الجرجاني زاد خدموا خدمة كبيرة مشاو وصلوا المعطيات وجابوا السيد هذا معني علموا النيابة ومشى باش يقوم بعملية تشخيص. شنو صار؟ جابوا طيشت في بلاصة فيها ماء بط غطاس جبد الأسلحة القاهم هنا أنت كوكيل جمهورية تاخذ الإجراءات معناها دايركت سهل. السيد اللي فهمته على ما يبدو انه منذ البدايه معناها خلاه في حال صراح ثم حفظ في حق. اليوم السيد هذا بعد هذه من الملفات اليوم تم اثارتها ضد بشير العكرمي. راه تقريبا 6092 ملف ارهاب فيه تجاوزات مختلف يعني درجاتها. مانيش نحكيو ديريكت على طول لانه مانيش انا سي محمد، فما قضاء وفما كذا هو اللي باش يقول كلمته في السياق هذا. بعض الامنيين اليوم تعدوا على التقاعد الوجوبي بعد قرارات وزير الداخليه، كيفاش ترى القرار هذا؟ شوف اي تم احالتهم على التقاعد الوجوبي. اي فما امنيين تحالوا على التقاعد الوجوبي اطارات عليا
يعني الحقيقة أنا قلت رأيي ونعاود نزيد نذكر به، أنه أنا ضد أنه تكون مثلا فما إحالات مبنية على التشفي والانتقام والكل، لأنه يعني ناس زادة قضت عمارها في خدمة المؤسسة الأمنية وفي خدمة الدولة التونسية، وناس راه كي نحكيو حتى على قرارات ما بعد 25، ناس خدمت حتى ما بعد 25، قا شنو؟ أنا نقول أنه اليوم لازم القانون يكون هو الفيصل، والسيد وزير الداخلية هو رجل قانون محامي، وكانت لنا سابقة احنا في وزارة الداخلية مع وزير الداخلية سابق فرحات الراجحي وقتها، وهو قاضي يعني من القاضي المحامي القاضي وقتها خذ قرارات في 42 تم احالتهم على التقاعد الوجوبي، تقريبا اغلبهم ان لم نقل جلهم تحصلوا على قرارات من المحكمة الإدارية لاستئناف عمل، بالتالي ما كانتش قرارات الإحالة معللة بالشكل المطلوب وماهيش مبنيه على وجود ملفات. انا من ناحيه نقول انه لازم ومن حيث المبدا انه لازم القرارات هذه تكون موجوده ومصحوبه بملفات، لانه علاش فما برشا من المحالين يقول لك انا ما عامل حتى شيء، علاش تحيل فيه التقاعد؟ يا سيدي احنا شنو مخذين اجراء تم اتخاذ قرار الاحاله للتقاعد الوجوبي، اللي عنده ملف تم اتخاذ القرار هذا بناء عليه، لانه قال الاحاله على التقاعد الوجوبي القانون عدد 70/82 اعطى صلاحيات هذه للسيد وزير الداخليه، وتقريبا الحاجه اللي الوحيده اللي اعطى بها التبرير كانت واضحه اللي هي وجود تقصير، وخلاله راي ايضا انه يستشير سواء مجلس الامن او المجلس الاعلى للامن وهذا اللي صار او مجلس التاديب، بالتالي لابد كونه فما كان ناس عندها ملفات انها تتحال للجهات القضائيه، وكان زاد وما تصور السيد وزير الداخليه غافل على المساله هذه ويعرفها، وكان زاد فما ناس يعني حتى قد تكون تم اتخاذ اجراءات في حقها من باب ربما حتى الساهه ولا الغلط، نردوا الاعتبار للناس هذوما لانه نحبوا نعالجوا الامور على اساس قانوني ليس بمنطق التشفي وتصفيه الحسابات. واضح سي عصام دردولي، ناخذوا فصل صغير ثم نرجعوا نحكيوا معك على حياتك الشخصيه، البعض منها شنو اللي تبدل فيك في السنوات الاخيره العشرية الأخيرة. وإذا السيد سمير ديلو يقول أنه قرار من وزير الداخلية تبقى للأمر 78 لا دستوري وهو اختطاف وباستعمال العنف عن وضع نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية. ناخذ رأيك بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين.